أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور مصر المحوري في الشرق الأوسط والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة. وأشاد الأمين العام خلال اجتماعه بالدكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التي تتخذها الحكومة لتمكين المرأة. سيادة العميد، يعني إشادات دولية متتالية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها مصر، هل يمكن أن يساهم ذلك في استعادة إيمان المستثمرين بمصر وثقتهم في تحسن بيئة الاستثمار؟ لا شك، وخاصة أن يعني في لقاء مع المسؤول الأرفع في العالم الأمين العام للأمم المتحدة، إحنا بنستفيد من الإعلام الدولي اللي بيتناول تصريحاته الإيجابية بخصوص مصر. كما تضررت مصر خلال السبع سنين اللي فاتوا من تصريحات سلبية أو تصنيفات سلبية وأثرت على الاستثمار وعلى مناخ العمل في مصر، فلا شك أن أي تصريح إيجابي سواء كان بدور مصر، سواء كان بالاستقرار في مصر أو المسار الديمقراطي، بيأتي بثماره سواء في من يريد الاستثمار أو من يريد السياحة. والحقيقة يعني أنا بحيي الدكتورة سحر النصر، هي من الوزراء يعني اللي فعلا أداها محترم، التعامل مع الإعلام بشكل جيد، هي وجهة مشرفة لمصر، وعادة بتكون وجودها في أي محفل دولي كممثلة لمصر وكوزيرة أعتقد بيصاحبها الكثير من التصريحات الإيجابية.